تمين إلى الأمام بهذا الشكل. رح نطلع هلأ بكون تلاحظوا معي الركبتين كيف واقفين بهذا الموضوع متساوي المسافة بيناتهم. رح نطلع بهالطريقة هاي وننزل أيضا. رح نبقى على الركبتين المسافة بين الركبتين متساوي. رح ننزل بهالشكل رد اطلع انزل آخر مرة رح نطلع وننزل. هاي بعض الحالات قدم إلى الخارج والأخرى بشكل مستوي بهذا الشكل. هذا نوع من المشي رح يؤدي إلى أكيد إصابة في الركبة اليسارية اللي هي عم تمشي بشكل القدم اللي عم تمشي بشكل غير سليم. يجب دائما المساواة بين الأقدام في تمرين حكينا عنه قبلا وهو المشي القدم مقابل الأخرى. رح نمشي فيه الأخذ بخط معين والمشي بهذا الشكل لتمرين الأقدام على المشي بشكل صحيح. فإذا نعيد التمرين باتجاه الآخر هالشكل هذا لتمرين الأقدام على المشي بالشكل الصحيح. هذا النوع من نطلع 2 3 4 كمان 5 ملامسة الركبتين نطلع انزال الاعتماد بذكر الركبة خلف الاصبع الكبير ونطلع. بعد التمرين 2 هيك اعزائي المشاهدين كنا عم نشغل معظم عضلات الجسم عفوا معظم عضلات القدم والهيبس بشكل كامل. اللي عنده اي مشاكل مفروض ابدا ما يكون ايا تكن المشكله ايا تكن الاصابه في الركبه. كل ايضا لتقويه عضلات القدم هو الوقوف بهالشكل هذا. رح نرفع القدم الى الاعلى ننزل شوي شوي لتحت نسحبها الى الخلف. فاذا الاعلى لتحت الى الخلف كمان عيد التمرين لتحت الى الخلف. بهذا التمرين بدي اكد على موضوع عدم العنف في هذا التمرين.